مرحبا، انا اسمي يزن. اليوم راح نعمل منسف فريكي حلبي شيء على الاصول على الطريقه الحلبيه. تابعوني بعد الانترو. ندخل بشكل مباشر ولن نطول عليكم بالمكونات. عندي كيلو فريك و900 جرام من الرز بسمتي، وعندي هي الفخده فخده عجل. راح اقوم بالبدايه بتقطيع اللحم. انتم فيكم تجيبوا لحم غنم شقف، راح تختصروا عمليه التقطيع، ولكن انا متوفر عندي هذا الفخذ. الكميه المطلوبه هي كيلو لحمه، بامكانكم تستخدموا نص، بامكانكم حسب الكميه اللي انتم حابين تضيفوه. بعد ما قطعت اللحمة رح نسلق اللحمة. طريقة سلق اللحمة كالتالي: رح نجيب طنجرة ضغط، رح نحط عليها زبدة او سمنة او شيء متوفر عندكم، يمكنكم تستخدموا زيت. رح نقلي اللحمة لحتى تتغير لونها من الاحمر للون الموجود ضمن الفيديو. بعد ما تتغير لونها رح نضيف عليها قرابة 3/4 من الماء. بعد ما نضيف الماء طبعا على نار عالية جدا، رح نستناها لحتى تطلع الزفرة تبعت اللحمة كلها. رح ناخذ الزفرة كلها، وبعد ما ناخذ الزفرة رح نضيف المطيبات. عندي ورق غار، وعندي قرنفل، وعندي بصلة. القرنفل 12 حبة حطيت لكيلو لحمة، وورق الغار كمية تقديرية، يعني بمقدار حاف. ناخد ورق غار وحطوها معه. رح نسكر على طنجرة الضغط ونعيفها على نار عالية. نحن اجباري رح نستنى استواء اللحمه لحتى ناخذ من مرق اللحمه ونضيفه على الفريكه وعلى الرز. بعد ما تستوي اللحمه معنا رح تاخذ قرابه الساعه، بامكانكم تستغنوا عن طنجره الضغط واستخدام اي طنجره عاديه، ولكن رح تاخذ معكم مده استواء اكثر. نفس العمليه بنكرر. لو افترضنا انه عم تستخدموا طنجره عاديه رح تسكروا الغطاء وتستنوا ما قرابه الساعه ونص للساعتين الا ربع لحتى تطلع معكم اللحمه مثل ما يطلع معي فستو عم تفرط فرط. المرحله الثانيه رح نجيب طنجرة، رح نضيف عليها دهنة بمقدار 3 معالق. رح نضيف الدهنة ونخليها تدوب ونقلي فيها الفريكة. رح نقليها لمدة 2 دقيقة بعد التقلية. رح نضيف من مرقة اللحمة. مع الأسف الفريكة أخذت كل مرق اللحمة اللي عندي. نحن الفريكة لازم نحسب عياراتها. لكل كاسة فريكة بتاخد كاسة وثلاث أرباع من المرقة. رح نحسب عدد كاسات الفريكة وعلى أساس منضيف المرقة. كمية الملح رح نضيف 2 بار ملح، ورح نضيف الرز كمان راح نقليه بالدهنة. كمان بدي 3 معالق دهنة نقلي فيه الرز لمدة 2 دقيقة. بعد التقلي راح نضيف المي. المي راح تكون كميتها فوق الرز ب3 أصابع وعلى نار واطية. الاثنين بنستناهم لحتى تنشف ميتهم، وبعد ما تنشف ميتهم راح نهديهم بمدة 5 دقائق يكون الغطا مسكر لحتى تتفتح معنا حباية الفريكة، ولحتى الرز كمان ياخذ راحته ويكون نثري، يكون معنا بشكل جدا رائع.
المكسرات راح نضيف الزبدة، راح أضيف بمقدار 4 معالق زبدة، راح أحمص فيهم اللوز، راح أحمص فيهم الكاجو. بعد ما وصلنا لمرحلة التحميص اللي هي بتاكل 5 دقائق على نار متوسطة، راح نضيف فوق اللحمة ونقليهم مع بعضهم لمدة دقيقتين، وبعدها راح نقدم الأكلة تبعيتنا. جربوا الوصفة عن جد رائعة، ولا تنسونا من الاشتراك والمتابعة واللايكات. كان معكم يزن، إلى اللقاء. والقلب يا ريحة التحميص.